هو مركز الميزان طبعا كان كما قلت في عهد الامين العام السابق لحزب الاستقلال. طبعا المشاكل اللي عرفها حزب الاستقلال بعد ذلك، المشاكل الداخليه اثرت بشكل كبير على عمل المركز، لانه كانت عندنا شراكه مع الحزب على اساس تمويله لمده معينه. للاسف الشديد المشاكل الداخليه حالت دون اتمام هذا المشروع. هذا المشروع اليوم انا اشتغل فيه بشكل مستقل، لا علاقه له باي حزب معين، هو يشتغل بشكل وطني. لازلت إلى اليوم أمارس فيه عدد من الأنشطة، طبعا ليس بالشكل الذي كان من قبل، ولكن مع عدد من الشباب المتطوع لهذا العمل. نحن نحاول أن نقدم مادة في التخصص الذي أنشئ من أجله المركز، اللي هو كل ما يتعلق بالتنوير الديني أو محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف. وطبعا نحن نتمنى أن يكون هناك دعم من جهات معينة تجعل من عمل المركز أكثر فعالية وأكثر تواجدا. لا، هي كانت تجربة، لا احنا تجربة كما حدثت وكما وقعت، ليست متعلقة لا بوعد ولا بأي شيء. لو أننا حصلنا مركزين خدينا مقعدين كنا غادي نمشيو المقعدين، لما لظروف عديدة لم يتم هذا الأمر. هذا بالنسبة لي أعتبر أن الأمر تجربة مهمة في حياتي، وأكسبتني عدد من الفوائد وجعلتني أطلع على كثير من مما يحيط بالحقل السياسي مما كنت ليس على علم به. لكن اليوم أنا مجمد لكل الأنشطة السياسية ومتفرغ تماما للعمل المعرفي والعمل الفكري. هو أنا في الحقيقة ممكن أنني نعطيك رأيي كمواطن. هو أيضا متأدي من ارتفاع الأسعار، متأدي من الغلاء الموجود في عدد من المنتجات، وبالتالي من الطبيعي أنه لا يمكنني إلا أن أكون مشاركا وأن أكون مساهما. والأخطاء في مثل هذه المواضيع التي فيها زخم شعبي وفيها مشاركة واسعة من فئات عديدة من المواطنين، الخطأ فيه يكون جسيم وتكلفته تكون غالية. وبالتالي أنا توقعت فعلا أن يكون هناك إعفاء أو طلب إعفاء كيفما كانت صيغته، لأن شخص مسؤول حكومي وهو يتعامل مع مطلب لدى فئة واسعة جدا من المواطنين، وفيما يمس حياتهم وفيما يمس القدرة الشرائية اللي هي أساس العيش وأساس الحياة. التصرفات في مثل هذا الباب يجب أن تكون دقيقة وأن تكون مضبوطة، وأي شخص سيقف أمام هذه التوجهات أكيد أنه سيؤدي ثمن غاليا. هي بالنسبة لملفاتنا، وماشي ملفي وحدي، ملفي وملف الكثير، فيه كثير من الظلم، وهذا باعتراف كل المنظمات اللي تابعت الملف سواء محلية أو دولية. لكن هذا ملف دازت عليه سنوات عديدة، وأنا معني به من حقي أن أرافع عن مظلوميتي، ومن حق الناس أن يتابعوا الملف بكل تفاصيله اللي هي الآن منشورة وموجودة عند العموم. ولكن مثل القضية اللي أشرت إليها، بالنسبة لي هي قضية لا زالت أمام القضاء، لا زال كل طرف يدلي بحجته بكل صدق. لا أستطيع أن أكون أي رأي أو فكرة في الموضوع، والقضاء هو الذي ستكون له كلمة الفصل. فقط إشارة إلى أن السياقات التي نعيشها اليوم هي سياقات مختلفة تماما عن سياقات 2003، وبالتالي لا يمكن المقارنة بأي وجه من الوجوه.